عادي احنا هناخدهم مش مش الاثنين لا الاثنين شامل الاثنين شامل بالنسبه للاخوه المسيحيين برضه عشان عشان الاعياد وكده فالكليه بتبقى شغاله بس ممكن بنعمل انسجيشن مسموح لنا الكليه سيكشن متعوض وقت تاني والكلام ده كله دي حاجه معينه ايه الاهداف المحاضره اللي السبت يعني كده كده المحاضره بتتاخد يوم السبت فهنحاول بس انها تبقى حاجات قليله شويه بحيث انك انت تقدر تعوضها وكويس كده كده المحاضره بتتصور يعني فهتبقى قدامك يعني ان شاء الله الا لو كليه طبعا في الجامعه مع الاطفال طلعت بقى خلاص حلوه طيب يوم الاربعاء اللي جاي المحاضره مهمه جدا ليه بقى الاسايمنت اللي هتاخده الاسبوع دوت في خمس في خمس في اربع اجزاء ماشي الاسايمنت اللي هتاخده الاسبوع دوت اصلا تيجي في بالك وعلى الاقل تستفيد منه في الامتحان الفاينل يعني في اربع اجزاء منهم جزء رقم ايه احنا قلناها في المحاضرات بتاعت المره اللي فاتت اللي هي باست وكوبيت والكلام ده الجزء رقم بي اللي هنتكلم عليه النهارده اللي هو الشارج فلورز او الفلو فلورز المشكله بقى ان انت ده اللي هيتكلم في السكاشن الاسبوع ده دول الفلورز اللي هتقضوا الاسبوع ده الاسبوع اللي بعديها هتنزل السكاشن هتنزل معانا فبالتالي خلاص كده الاسايمنت خلص في السكشن بارت بي سي وبارت دي دول هيتقالوا في المحاضره بس مش هيتقالوا في السكاشن خالص مفيش وقت اساسا ان هو في السكشن فبالتالي حاليا يا جماعه هنحاول ان انت تلتزم بالمدول الاربع اللي جاي ان شاء الله عشان الكلام اللي هيتقال في المحاضرات بارت سي بالذات رخم رخم ومثير يعني ومحتاج انك انت تفهمه كويس قوي فبرجاء حاول انك انت تحضر بقدر الامكان عشان البارت ده مش هيتقال احنا نحاول ان في المحاضره نحل اغلب المسائل وكده كده هنزل لك المدول الاكثر برضه زي ما اتفقنا بقى ابن شاطر اهو كبير ها تنزل على الموديل انسر حل الموديل انسر بايديك وتفهم كل حاجه وتفهم الحاجه اللي مش فاهمها ان شاء الله يعني خلاص هيقول الاربع ايام ان شاء الله مهم قوي انك تحاول تحضر ان شاء الله وبلغ زمايلك كريز يعني الجزء بتاع النهارده مش جزء صعب قوي عامه اللي هو الفلوس في الاورفيس دي الابلكيشنز اللي احنا اتكلمنا عليها المره الجايه البارت سي اللي احنا بنتكلم عليه الديسشارج اندر فاريبل هيد اللي هو رقم خمسه دوت ده ده ايه؟ ده بارت تقيل جزء تقيل وفي تكاملات بقى وحاجه ما حدش عارف يعني. فايه؟ المهم قوي ان حضرتك تبقى موجود ومركز في الموضوع ده. ايه بقى موضوع الاوفيس دوت؟ اللي انت شايفه هنا دوت كده الجهاز اللي انت شايفه ده جهاز موجود في المعمل ده احد الاجهزه اللي انت هتشتغل عليها يعني الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. الجهاز سيبك من الجزء الاسود دوت ماشي عشان ده ما يغلطش يعني الجهاز عباره عن ايه؟ عباره عن خزان تاني شفاف اللي انت شايفه ده فيه ميه وبعدين فيه فتحه والفتحه دي بتطلع منها ووتر جيت شايف الووتر جيت اللي خارج دوت والميه اللي خارجه من الفتحه دي ده جيت عادي خالص ده وضع لبس القوانين احنا قلناها الاسبوع اللي فات او المحاضره اللي فاتت يعني الفتحه اللي قدامي دي اسمها ارض فكلمة اورفيس يعني ايه؟ يعني فتحة في التانك ممكن تبقى في قاع التانك ممكن تبقى في جنب التانك دي اسمها اورفيس. الابلكيشن بتاع الكلام ده كتير يعني احنا بندرس البيهيفير بتاع المايه اللي خارجه دي نقطة مهمة قوي ندرسها. احنا عندنا مايه موضوع التانكات الجزء الرئيسي عامة في الووتر نتورك بتاعتنا اكيد بتشوف تانكات كتيرة قوي دي أحد الابلكيشن بتاعتها يعني فبالتالي مهم قوي ندرس المايه اللي خارجه من التانك ده الشارج بحسبه ازاي والفروعات ماشيه ازاي والكلام ده كله فده جزء رئيسي او له ابلكيشنز كتير قوي في الحاله العاديه بتاعتنا. طيب الى جانب برضه ليها التطبيقات وحاجات ليها علاقه بالمصانع وليها علاقه بالحاجات دي كلها ميكسنج يعني ميكسشر بين الليكويدز المختلفه والحاجات دي كلها كل الكلام ده بياخد تطبيقات كتيره جدا بالنسبه للفلوس فاورفيس هي فتحه التانك مش اكتر من كده. الفتحه التانك دي زي ما هنشوف دلوقتي التصرفات اللي ماشيه فيها متوقفه على حسب ارتفاع الميه في التانك. يعني زي ما انت هتشوف في المعمل كده لما بترفع نسوب الميه في التانك كام نسوب الميه في التانك لما بتزود نسوب الميه في التانك بتلاقي الفتحه او الجيت دوت بدا يزيد. المسار بتاعه يزيد، الاكس بتاعه بتزيد يعني بيمشي بسرعه اكبر، كميه الميه اللي خارجه بتزيد يعني، فلما انت لو قللت نسوب الميه هتلاقي الاكس كده بتقل او كميه الميه بتقل. فكميه الميه خارجه من الاورفيس مرتبطه بارتفاع الميه اللي فيها اللي بنسميها الهيد بتاع الاورفيس ماشي؟ الهيد اوف ووتر اباف
اتفاق المية فوق الأفس. طيب المعادلة البسيطة خالص اللي احنا شايفين فيها الموضوع لو طبقت البرنولي ايكويشن من نقطة واحد لنقطة اتنين زي ما انت شايف كده فوق، فتطبيق البرنولي ايكويشن عمدا طبعا بي واحد على رقم زيرو، بي واحد على زيرو زي ما احنا عارفين، زد واحد بيساوي اتش اللي هي ارتفاع المية في الأورفيس بيساوي زيرو زائد بي سكوير على 2 جي زائد زي طبعا بي 2 اللي هي سرعة قرب المية الأورفيس. لو انت كتبت المعادلة تطلع بي 2 بيساوي روت 2 جي اتش. طبعا دي بلس لو ضربت البوست في الاريا، الاريا بتاع الاورفيس اللي هي الاريا نيوز يطلع دي كيو بتساوي اريا نيوز في روت 2 جي اتش. فده قانون عادي قوي، ده هو برنولي، ده قانون برنولي مش حاجه متغيره، بس ده بيقول ان التصرف كيو لما كنت بطبقه مباشره بيساوي الاريا بتاع الاورفيس مضروبه في 2 روت 2 جي اتش، والاتش دي ارتفاع الميه في التان فوق الاورفيس. في مشكله في الكلام ده؟ طيب ده الكلام اللي هو الايه؟ يعني البيزكس بتاع الموضوع. الاورفيس بقى مش شكل واحد، ليها اشكال كتير قوي. كلها بسبب نفس المعادله اللي احنا عملناها دي، بس بنحور فيها شويه، بنغير فيها شويه. فدي او دي التايبس بتاعت الاورفيس، دي انواع الاورفيس المختلفه. اول حاجه اهم الاورفيس التقليدي التيبيكال يعني اسمه اول واحد انت شايفه دوت اسمه شارب ايدج سيركلر اورفيس. يعني لما تكون الفتحه اللي في التانك فتحه دائريه هي سيركل اورفيس وحاجه اسمها شارب ايجنت. يعني ايه شارب ايجنت؟ يعني لو احنا عملنا زوم كده، لو احنا عملنا زوم على فتحه التانك اللي هي الفتحه اللي جنب التانك هتلاقي الفتحه دي شكلها شارب زي ما انت شايف كده. دي الفتحه اللي بيطلع منها الميه في التانك، عشان كده اسمها شارب ايجنت اورفيس. ده الشكل التقليدي بتاع الاورفيس عامه. طيب بيحصل ايه بقى؟ بيحصل ان الستريم بتاع الميه او الستريم لاينز بتاعت الميه السائل وهو خارج عامه يعني لازم يتحول في الاخر الى اتجاه هورزونتال، الى جيت هورزونتال. الميه وهي خارجه في الاخر بتبقى واخد اتجاه هورزونتال زي ما انت مفهوم متوقع يعني، او زي ما هتشوف في المعمل كمان. فبيحصل ايه بقى؟ الاستريم مره واحده ما بتتغيرش، بتيجي لازم عشان خاطر التغير لازم يبقى تغير تدريجي. فبيحصل ان في حته معينه في الجيت الحته دي بيحصل فيها كونتراكشن، الحته اللي بيحصل فيها كونتراكشن دي بنسميها فينا كونتراكتر. فينا كونتراكتر يعني الحته اللي فيها ماكسيمم كونتراكشن في الجيت. لازم الجيت يطلع من نفس المنظر اللي انت شايفه فوق ده، ده شكل الجيت. لو انت عملت يعني سكوب كده على او زوم على شكل الجيت هو كان هيطلع بالشكل اللي انت شايفه ده. ده معناه ايه بقى؟ معناه ان لما يكون الفتحه بتاعت الجيت الدايمتر بتاعها مثلا يعني الفتحه بتاعت الاورفيس الدايمتر بتاعها 3 سم، يعني لو الدايمتر ده 3 سم الجيت في الحقيقه مش هيخرج في 3 سم، هيخرج في ايه؟ اقل من شويه، من 3 سم شويه. عشان كده في عندنا حاجه اسمها coefficient of contraction CC اللي هو coefficient of contraction. طب ال coefficient of contraction ده بيساوي ايه؟ زي اي coefficient اللي هتشوفه في الماده دي او اي coefficient في الحياه عامه يعني، هو بيساوي actual حاجه actual حاجه theoretical يعني. ف coefficient of contraction بيساوي area actual اللي هي area بتاع الجيت بعد ما حصل لها contraction يعني، مقسوم على area theoretical. area theoretical هي الاريا بتاعت الاورفيس اللي هي الدايمتر بتاعها 3 سم، بنحسب الاريا بتاعتها. يبقى لما تقسم الاريا دي على الاريا دي بتطلع السي سي كوفيشن اوف كونتراكشن. ده يتراوح من 0.6 الى 0.69. يعني ايه؟ يعني الجيت اللي خارج ده ينقص على 60% بس عشان يعرف ايه؟ عشان يعرف فوق. فده اول كوفيشن بنقابله دلوقتي عندنا اسمه كوفيشن اوف كونتراكشن. زود عليه بقى حاجه ثانيه، ان الميه وهي خارجه من الفتحه برضه بيحصل فيها احتكاك. بيحصل احتكاك فريكشن ما بين الجدار الفتحه دي ما بين لازم الجدار الفتحه دي فريكشن بيحصل ايه؟ دي الفريكشن دوت لو انا خدته في الاعتبار السرعه بتاعت الخروج بتاع السائل بتقل. فعشان كده عندي حاجه ثانيه كوفيشن ثاني اسمه كوفيشن اوف فيلوستي. كوفيشن اوف فيلوستي من 0.95 ل 0.99 ده اسمه كوفيشن اوف فيلوستي. فكوفيشن اوف فيلوستي ده بيساوي ايه برضه؟ اي حاجه الاكشوال فيلوستي مقسوم على الثيوريتيكال فيلوستي. تمام؟ طيب لو احنا بقى خدنا علاقه بين الاثنين دول مع بعض، فانت عندك هنا هو الاكشوال ديسشارج، كيو اكشوال بتساوي في اكشوال في الاريا. طيب الفي اكشوال دي عباره عن ايه؟ عباره عن سي في في الفي ثيوريتيكال. الفي ثيوريتيكال اللي هي ايه؟ روت 2 جي اتش. يبقى سي في روت 2 جي اتش يبقى دي اسمها الفي اكشوال. كل ده لو ضرب في الاريا اكشوال اللي هي سي سي في الاريا نوت. يبقى انت ضربت في اكشن في الاريا اكشن، يطلع
طالع الكي واكس. نجمع بقى الكلمتين دول مع بعض، نجمع سي سي نضربه في السي دي، يطلع لنا حاجه اسمها سي دي كوفيشنت اوف ديسشارج. فالكوفيشنت اوف ديسشارج عباره عن سي سي في سي دي، كوفيشنت اوف كونتراكشن مضروبه في كوفيشنت اوف ديسشارج. زي ما انت كده سريعا كده بتقول يعني ان كيو بتساوي اريا في فلوسيتي، فالكوفيشنت اوف ديسشارج بيساوي كوفيشنت اوف كونتراكشن مضروبه في كوفيشنت اوف ايه؟ اوف فلوسيتي. ده اسمه coefficient of discharge معامل التصرف. هو ده اللي انت بتقيسه في المعمل. التجربه بتاعت الاورفيس ده مطلوب انك تقيسه في المعمل زي الجوري برضه. في التجربتين ده الجوري ليه حاجه اسمها سي دي وبرضه الاورفيس ليه حاجه اسمها سي دي. طب احنا عايزين نسال. نسال ازاي؟ دي نسال ازاي في المعمل؟ بنجمع كيو بنعمل اول حاجه نفس الكيو ثيوريتيكال. الكيو ثيوريتيكال العاديه خالص اللي هي روت في الاوفيس مثلا، اريا بتاعت الاوفيس روت 2 جي اتش دي اسمها ايه؟ اسمها كيو ثيوريتيكال. وبعدين الناس اللي احنا بنجمع كميه ميه خلال زمن معين ده اسمه كيو اكشن. لو قسمنا كيو اكشن على كيو ثيوريتيكال يبقى احنا جبنا كوفيشن ديسشارج. ده اللي انت بتعمله في المعمل. يبقى هو هنا في الجواب في المسائل بقى لو انت عايز، لو هو عايزك تحسب ثيوريتيكال ديسشارج يبقى كيو ثيوريتيكال بتساوي الاريا في روت 2 جي اتش. عايز تحسب اكشن ديسشارج هتضرب الكلام ده في سي دي كوفيشن ديسشارج. واضح الكلام ده شغال؟ ماشي؟ طيب الكلام ده سهل قوي يعني ما فيهوش اي حاجه. فتعالى نشوف بقى الابلكيشن اللي بعدين او النوع الثاني يعني. هنركز حاجه في الاوتوز دي اسمها ماوس بيس. الماوس بيس دي عباره عن ايه؟ زي ما هي قدامك كده كده مرسومه. الماوس بيس دي عباره عن تيوب مصوره يعني، ده هو تقريبا بيبقى ثلاث مرات الدايمتر وبتحركه في الايه؟ في البادي من بره، في الاوفيس من بره. اللي بيحصل بقى ان احنا هنشوف دلوقتي ان نتيجه ايه اللي بعمل الكلام ده؟ هتلاقي ان ده بيخلي الديسشارج يزيد، تصرف خروج الميه، معدل خروج الميه من الاوفيس من التانك بيزيد نتيجه ان انت عملت تيوب اللي انا بتكلم عليها. لو انت جيت بصيت كده بالنقطه 2 ونقطه 3. نقطه 2 اللي هي الحته بتاعت الفينا كونتراكشن، لو السائل وهو جاي لازم يحصل له كونتراكشن. سائل وهو جاي اللي هو الاحمر اللي انت شايفه ده، لازم يحصل له كونتراكشن في حته، الحته اللي اسمها فينا كونتراكشن، دي الحته اللي فيها اقل كونتراكشن. سوري اكبر كونتراكشن يعني اقل امبلي. وبعدين يرجع مره ثانيه وهو خارج في التيوب. لو انت جيت قارنت بين نقطه 2 ونقطه 3، الاريا عند 2 اقل من الاريا عند 3. وبالتالي الفلوسي عند 2 اكبر من الفلوسي عند 3. وانت عارف ان لما الفلوسي تزيد البريشر بيحصل له ايه؟ يقل. يبقى بريشر 2 اقل من بريشر 3. بينما انت عارف بقى ان بريشر 3 ده اصلا اللي هو ايه؟ اللي هو الضغط الجوي. يبقى اكيد لازم يكون البريشر عند 2 ايه بقى؟ في النيجاتيف. يبقى دي حاجه لازم غصب عني، لازم يكون البريشر على النقطه 2 قيمته في النيجاتيف. واضح؟ ونتيجه ان في نيجاتيف بريشر بشكل بالشكل دوت، ده بيخلي اكتر بيسحب ماني اسرع من الايه؟ من التاني. وبالتالي كميه او نتيجه ان عملت الماوث بيس ديت ماشي، كميه التصرف اللي خلى ايه؟ زادت. طيب طبعا لو طبقت بالرول ايكويشن بالنقطه 2 والنقطه 3 يطلع لك نفس الكلام زي ما انت شايف كده. يطلع لك ان في 2 على جاما بيساوي في 3 سكوير على 2 جي ناقص في 2 سكوير على 2 جي. طبعا في 3 اقل من في 2 وبالتالي البريشر على النقطه 2 لازم تكون بالسالب. لكن انا في الحقيقه بقى لما انا طبق بالرول ايكويشن في حاله استخدام ماوث بيس لازم اخد معايا اللوسز في الاعتبار. فعشان كده مهم قوي ندرس اللوسز في الحته دي. اللوسز ما بين نقطه 1 ونقطه 2 كتير. نجلكت يعني. قليله فطبعا مفيش حاجه. بينما اللوسز ما بين نقطه 2 ونقطه 3 هي اللي هاخدها في الاعتبار. اللوسز دي بنسميها زي ما انت شايف كده حاجه اسمها سادن اكسبانشن لوسز. يعني ايه بقى سادن اكسبانشن؟ يعني لما يبقى عندك انت بايب، دي حاجه هتعرفها بعدين بعد ما خلص الحضرات بتاعتنا. الدكتور سمير هيخش يدي حضرات ثانيه وبعد كده الدكتور ايهاب هيخش يدي حاجه اسمها بايب فلو. في البايب فلو هيديك انواع مختلفه، هيديك الانواع المختلفه من اللوسز من الفواصل. من ضمن اللوسز دي حاجه اسمها السادن. احنا عارفين اللوسز عامه السبب الرئيسي بتاعها ايه؟
الفريكشن. المين لوسز السورسز الاساسيه اسمها فريكشن هي اللي في الاتكال. ولكن في عندنا حاجه في السكند لوس لما البايب تبقى ماشيه كده اهو ومره واحده الدايمتر يزيد بتاعها دي ده دايمتر 2 وده دايمتر 3 والميه ماشيه كده عند النقطه دي كده اسمها سادن اكسبانشن ده كده مصطدم اكسبانشن بيحصل هنا سكندري لوس يعني ايه سكندري لوس مش نتيجه احتكاك لكن نتيجه ان الستيم لاينز نفسها وهي ماشيه هنا على بال ما تاخد المجرى الماء بتاعها هنا كده هو المجرى الجديد بتاعها يعني بيحصل فيه لوس بيحصل فيه فوارق في الهند مش احتكاك مره واحده مره ثانيه لكن نتيجه تغير الايه؟ الدايمتر طيب فبيحصل ايه بقى نتيجه الكلام دوت لو السرعه هنا اسمها في 2 والسرعه هنا اسمها في 3 القانون بتاع السادن اكسبانشن ده القانون بتاع انت عارفه الوسط في حاله السادن اكسبانشن الاتش لوسز بتساوي ال في 2 ناقص ال في 3 سكوير على بي جي القانون ده هو بقدر احسب فيه السكند لوسز نتيجه السادن اكسبانشن يبقى نتيجه ان الدايمتر زاد مره واحده هيحصل لوسز بالقيمه دي الفكره كلها بقى هنا ده اللي بيحصل بالظبط فين؟ ما بين نقطة 2 ونقطة 3 الدم أو الفلو ماشي 2 ومرة واحدة يزيد ل 3 مش فارق إن هو مرة واحدة أو جرادوال يعني مش هي دي مشكلة أوي مش هي دي الفكرة يعني مش هو ده الفرق الرهيب يعني لكن نتيجة زيادة الدم ده عامة بيحصل لصص فاللصص معدلها بقى بالشكل اللي أنت شايفه إحنا عايزين بس نصيغ المعدل بشكل مختلف شوية أو نصيغ القيمة دي بشكل مختلف شوية فنعمل كام حركة اللي أنت شايفهم فوق الفكرة كلها إحنا عارفين إن الإتش لصص ما بين نقطة 2 ونقطة 3 بتساوي في 3 ناقص في 2 سكوير على 2 جي. لاحظ حاجة مهمة بقى إن في 3 هي الفي نوت. الفي 3 المساحة هنا أو السرعة هنا اللي هي اسمها في 3 هي الفي نوت. لأن الأريا نوت اللي هي أريا الفتحة نفسها هي نفسها اللي هي 3. الأريا بتاعت النوت دي الأريا التيوب دي نفس الأريا بتاعت الأورس. فاحنا عملنا في 3 بتساوي في نوت والاريا 3 بتساوي الاريا نوت. طب الاريا 2 ده اللي هي عند الفينا كونتراكتر بتساوي سي سي مضروبه في الاريا نوت يعني مضروبه في الاريا 3. الاريا 2 بتساوي سي سي مضروبه في الاريا 3. طب انت عارف ان الكيو بتساوي الاريا 2 في 2 بتساوي الاريا 3 في 3. هتشيل الفي 2 وتحط الاريا في 3. هيبقى اريا 2 هنشيل اريا 2 هنا نحطها ب ماشي هنشيل سيب البي 2 هنشيل اريا 2 ونحطها ب 3 يبقى اي 2 اي 3 في السي سي في البي 2 بتساوي اريا 3 في 3 هتشيل اريا 3 مع اريا 3 يطلع لك ان في 3 او البي 2 سوري بتساوي في 3 مقسوم على ايه؟ على الكوفيشنت اوف كونتراكشن تعالى نعوض بقى بالفي 2 في المعادله بتاعتنا دي اللي فوق. لما نيجي نعوض بقى بالمعادله اللي فوق ديت تطلع لنا الفي 2 يطلع من الاتش لوسز بتساوي 1 على 2 جي بره هي هنسيب الفي 3 زي ما هي ناقص الفي 3 تبقى في 2 ناقص في 3 تبقى في 3 على سي سي ناقص في 3 في كل سكوير. نعم. بسرعه هنا حاجه عم بقول لك ايه بتساوي سي سي طب ما هي 3 ايه بتساوي سي سي في 3 ايه معدل ده رسمنا من هنا انا بس اجيب الايات الاكيو ايه في 2 ايه في 3 يبقى ايه 3 هنشيل ايه يا سي اه ده ايه ده ايه ده ايه سي 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 ماشي ايه ده سي سي كان بيقول لي على 2 جي مضروبه في 1 على سي سي ناقص 1 كل ده
مين معلم بتاعت القصص في الماوث بيس؟ هو عامل ايه؟ واحد على سي سي ناقص واحد سكوير، كل الكلام المضروبه في بي 3 سكوير على 2 جي. المعادله دي مهمه، انت لو انت مش يعني اثبات الموضوع مش مطلوب، بس نرجع بقى لموضوع الاثباتات عشان دي نقطه مهمه. هو بالحقيقه مطلوب يعني اي حاجه انا هعملها اثبات في الجزء دوت عامه انت بتطلب ايه؟ ده مش نظري. الكلام ده مش نظري، هو اللي بنطلب عليه نظري يعني. ده جاي الامتحان ده ممكن يجي في الامتحان، بس الامتحانات اللي بتيجي كتير قوي يعني ممكن يقول لك كده درايف ايكويشن او درايف فورمولا مثلا فورمولا توصل مثلا الناقص اهو دي عشان تطلع الكوسس المعادله يعني اللي توصل في الماوس بيس. فالكلام ده مهم يا شباب، الكلام مش حاجه مساله عليك كانها مساله عليا، بس كلنا بنقول الرموز فلما بتحل ارقام يعني. يبقى من هنا ورايح عامة النهارده، وانا بشتغل الماوث بيس لازم اخد معايا اللوسز في الاعتبار، الا لو هو قال لي صراحة في المسألة يجيب لي اللوسز مثلا. ايه من اللوسز ساعتها مش هاخد معايا طيب. لما نيجي نتكلم بقى على رسم توتال انرجي لاين وهيدروليك بريدنج لاين. طبعا طالما انت عارف ان في لوسز في المسألة يبقى تاني وانا هرسمها ده شكل التوتال انرجي لاين. وده قيمة الاتش لوس، دي قيمة الفوات اللي عندي، وده شكل التوتال انرجي لاين. في لوس، ده شكل التوتال انرجي لاين عشان انا في لوس كنت هبقى كبار. طيب لما انا ارسم ده الهيدروليك دي هرسمه ازاي؟ هو هنا منطبق عليه ضرب. أول ما يجي هنا هيخرج بالشكل دوت، ولازم أمشيها كده أهو، وبعدين كده أهو، ليه؟ عشان أنا عارف ومتأكد وما ينفعش غير إن يكون البريشر هنا بالإيه؟ بالنيجاتيف، يبقى وأنا برسم الهيدروليك لينير لاين لازم يبان إن أنا فاهم الكلام دوت. لازم يبان إن البريشر هنا نيجاتيف، إزاي يعني؟ أرسم الهيدروليك تحت الايه؟ تحت السنتا لاين على البره. يبقى البريشر هنا ارفع اهو ده كده، قيمه الدي 2 على جاما، والقيمه دي الايه؟ النيجاتيف. بينما هنا انا عارف ان البريشر على النقطه 3 دي ايه؟ بزيرو. فده الشكل المهم قوي قوي اللي فاهمينه. معنى كده بقى ان هنا البريشر هنا ممكن لو انا قللت الدايمتر دوت، يعني لو انا حبيت اجيب انا ماوث بيس واعملها بنفس الشكل الاحمر وهعمل الماوث بيس بالشكل الاول، كل ما قل الدايمتر هنا هيحصل ايه؟ البريشر؟ البريشر بيقل، هو ثابت بيقل، لو ممكن يوصل لايه بقى؟ للفيبر بريشر، لو حصل الفيبر بريشر يبقى هيحصل هنا ايه؟ كافيتيشن، يبقى مسألة ممكن يحصل فيها كافيتيشن برضه، يعني ممكن يقول لك سيبلي والله مثلا ماكسيمم تشارج من غير ما يحصل كافيتيشن هنا، نعمل ايه بقى ساعتها؟ حل المسألة ازاي؟ إذا أنت شاطر كده وحل المسألة ده كتير. لما يقول لك ممكن تعمل ايه؟ عشان بتعمل ايه يعني؟ في حاجة لو اتكلمت 100 مرة دلوقتي. أيوه. ها؟ حط فيه بريشر في حتة فين بقى هنا؟ عند النقطة دي هحط هنا قيمة البريشر لأن أنا بسبب قيمة الفيبر بريشر، وطبعا بعد ما تقول تعمل الحركات دي كلها، لا حضرتك المسألة بتاعت الميتيرم يعني، ما كانش فيها أكتر من الكلام ده. طيب فده المنظر بتاع الايه؟ الرسمه. تعالى نشوف مساله على الكلام ده كده. اولا المسائل التي بتاعت الاورفس، لاحظ بس حاجه ان اغلب المسائل التي بتاعت الاورفس دي مكتوبه، فانت لازم تبقى عارف ازاي ترسم المساله صح عشان تعرف تحلها. Water is discharged through an external mouthpiece، يعني هو اللي في mouthpiece اهي، الدايمتر بتاعها 25 سنتيمتر سكوير. سوري الاريا بتاعتها 25 سنتيمتر سكوير. اندر هيد اوف 3 متر، يبقى انا عرفت خلاص ان الاتش ديت هو مديها لي 3 متر، وان الاريا دي هو مديها لي 25 سنتيمتر مربع. طبعا سنتيمتر مربع ده اللي هو ايه؟ انا ما بتعاملش بسنتيمتر، ها؟ لا اتعامل بسنتيمتر. يبقى هحوله متر مربع ازاي؟ ب 10 اس 4
Fathers discharge through the mouth is adds new pressure at the vena contracta. يبقى انت عارف ان النقطه دي اسمها vena contracta وعايز اعرف البريشر هنا وعايز اعرف الدسشارج اللي فات هنا. ومديك ان ضيق الاتموسفيريك بريشر 10.3 متر وكولر وسي سي 0.62. ها عايزين نحل المساله دي نعمل ايه؟
الكلام ده مساوي عامل نقطه 2 زد 0 البريشر اللي هو بي 2 على الارض على السلسله زي بي 2 سكوير على 2. انت عارف دي وبالتالي تعرف دي ايه؟ بي. في المساله دي لو هو قال لك انا عايز احسب ده انا حسبت هنا قيمه كيلو. اقول لك انا عايز احسب الكيلو مره ثانيه في حاله ان هي ما فيش ماوث بيس، شلت الماوث بيس خالص. لو ما فيش ماوث بيس هتعمل تكامل ما بين اتش واحد
وH2 التكامل بتاع تكامل H نص نص يعني من H1 ل H2. طبعا تكامل H نص نص ده انت عارف يعني عبارة عن H زود 1 مع زود 1 نص يعني H3 على 2 قسم على F جديد. يبقى المعادلة بتاعتها أصبحت إيه؟ 2 على 3 CD 2 على 3 هي أس جديد لو قسمت على أس جديد في H2 أس 3 على 2 ناقص H1 أس 3 على 2 دي المعادلة. معادلة هي المحفظة عشان لو كانت مسألة فيها تعويض مباشر من طاقة تعوض يعني أو إنك أنت تعرف تسدجها مش أنت عارف المعادلة شكلها بعد إزاي في النهاية. بس ممكن يطلب منك بسهولة جدا إنك أنت تسدج هذه المعادلة. خلاص؟ فدي معادلة إيه تتمدد المعادلة إيه تاني مرة تانية؟ دي هو عرض الفتحة، العرض اللي أنت مش شايفه، العمودي على السبورة. H2 ارتفاع المية فوق البوتوم فوق H، H1 ارتفاع المية فوق البوتوم H. طيب لو طبقنا بقى الكلام دوت بشكل تاني يعني لما نشوف المسائل يعني بشكل تاني بناء على اسمها سبديشن اوفيس يعني احنا اتكلمنا على لارج اوفيس هنتكلم هنا بقى على حاجه اسمها سبديشن اوفيس واضح بقى ايه الفرق هنا الميه اللي كده كانت بتطلع كلها فري يعني بتطلع كلها في الهواء دلوقتي الميه خارجه مش فري الميه خارجه فين؟ في ميه ثانيه يعني في بريشر على النقطه اللي يعني خزان بيبقى خزان مثلا فالاورفيس اللي موجود اسمه سبميرج اورفيس لان هو مغمور بالميه من ناحيتين زي ما انت شايف طيب عايز اجيب البريشر عايز احسب المعدل هعوض فيه لو طبقت برنولي ايكويشن من نقطه واحد لنقطه اثنين زي ما كنا بنعمل قبل كده في الاول خالص اول ما بدانا المحاضره كنت انت بتعمل عادي خالص وبتعتبر دايما ان البريشر على النقطه اثنين بزيرو كانت خارج الهواء. دلوقتي هل البريشر على النقطة 2 بزيرو؟ بريشر على 2 بيساوي رقم اتش وبالتالي بي 2 على جاما بيساوي اتش، اتش اللي هي ارتفاع المية فوق الأرفس الناحية التانية. يبقى أنت لما ترتب المعادلة بتطلع إن البي سكوير على 2 جي بيساوي اتش ناقص اتش اللي هي اتش، اتش 2 ناقص اتش 1 اللي هي بيساوي اتش، اتش دي اللي هي إيه؟ فرق ارتفاع المية في الخزانية. يبقى هي نفس المعادلة دي على فكرة. البي بيساوي روت 2 جي اتش الفرق بس ايه؟ ان لو هو دايما واحد لو هو فتح عليه يعني والميه خارجه في الهواء فالبي بيساوي روت 2 جي اتش اتش دي ايه؟ ارتفاع الميه في الخزان لو كانوا خزانين فبرضه البي بيساوي روت 2 جي اتش بس اتش دي ايه بقى؟ فرق ارتفاع الميه بين الخزانين بس هو ده الفرق ايه؟ لو ضربت الكلام ده في الاريا وضربتها في السي دي يبقى انت جبت الاكشن يبقى في الحالتين المعادله اللي انت شايفها الضخمه فوق دي ايه المعادله العاديه اللي احنا قلناها؟ كيو بيساوي سي دي في اريا فروت سي في اتش بس الفرق هنا اتش بيساوي ايه ساعتها عشان في خزانين فرق الارتفاع ما بين التانكين نعم لا طبعا ما ينفعش لا طبعا بالمره بس هو اصلا منطقيا ازاي؟ ازاي يبقى في فرق ايه؟ يعني ازاي في واحد اندفع من ناحيه ثانيه؟ لو افترضنا دي حاجه مش منطقيه انها تبقى منطقيه بس انت لو هتطبق الكلام ده هترجع له بقى خلاص من الاول لان دي 2 على جاما الجاما دي مش نفس الجاما يعني. فمش مش هينفع تقولها كده على طول. يعني عوض بقى بنولي عادي. بس هي بنولي المشكله ان هي لازم تطبق في نفس السالب ما ينفعش تعملها في بس هي كده تعتبر في نفس السالب برضه بس انت خدت البي 2 لانها قيمه الايه؟ البريشر على النقطه الثانيه. فاهم؟ فهي بس مش حاجه المفروض انها مش لوجيك يعني. التانك تاني بالمنظر ده ماشي لكن الخزان يبقى خزان تاني في سائل تاني ماشي بس ما يكونش الاثنين يعني ما يكونش سبميرجن يعني الحاجه اللي ممكن تبقى شبه اللي انت بتقول عليها اللي هي اسمها فلو ثرو بارت سبميرجن اورفيس بس برضه يعني ايه مش هتلاقيها كده الاول بس في قبليها في هنا دي مساله اللي هي في الشيت دي تشارج ثرو سبنشن اورفيس بتديك مساله في خزان ارتفاع في 6 فيت خزان تاني 4 فيت والميه مش عارف تنتقل بين الاثنين تقول لك سيت تشارج زي ما انت شايف هو قوي ماشي في القانون يعني سي دي في اريا ثرو بتكون جي اتش بس الاتش اللي انت شايفها دي اللي هي ال 2 فيت ال 2 فيت دي ايه؟ 6 ناقص 4 ارتفاع الميه في الخزان ده ناقص 3 فده طبيعي ماشي في الموضوع ما فيهوش اي حاجه المساله دي مش صعبه يعني لو تعرض الموضوع شويه بقى احنا بنتكلم على فلوس فلوس بارشل سبمرج اورفيس يعني اورفيس مش كله
او في حته من الفرق يعني. ازاي بقى نحل المساله؟ ازاي نعرف مين كيلو؟ برضه هطلب من حضرتك مكرره كده درايف ايكويشن فور ديسشارج او فلو ثرو اكشلي سبمرجد اورفيس. فتقوم راسم لي بس اللي انت شايفها هي في اتشات كتير قوي وعايزين نحسب الكيلو اللي بتعدي الكلام ده. نعمل ايه بقى؟ ببساطه يعني هنقسم الكيلو او التصرف ده الى اثنين كيلو زي ما انت شايف كده. كيلو واحد في اثنين. كيلو واحد دي سبمرجد اورفيس. كانه ميه خارجه من التانك تروح على التانك التاني سبمرجد. الكيلو الثانيه اللي هي الكيلو اللي فوق كانها لارج اورفيس اللي هي الاحتياط على طول. عرض الاورفيس جوه الصفحه عمود على الصفحه مين؟ عرض الاورفيس العمودي على الصفحه عمودي على الصفحه كده بي. الجزء التحتاني ده اللي هو الكي واحد ده بتاع السبمرجد. طب المعادله بتاع السبمرجد ايه؟ لسه قايلينها على بيت دي معادله السبمرجد دي الفلوسي رولي دي جي اتش. بس اضربها في الاريا بقى. الاريا بتاعت الميه اللي خارجه قد ايه؟ تعالى نرسمها كده، تعالى نرسمها عشان بس ما اقدرش الارتفاع من هنا هنا سويتش واحد، الارتفاع من هنا رايت تحت خالص كده سويتش اثنين، والارتفاع فرق الميه من هنا هنا سويتش اثنين. كيو واحد هي بتاعت سبمنج دورفس، دي سبمنج. فكيو سبمنج بتساوي سي دي في الاريا ورود الدي جي اتش، حيث الاتش هو فرق الارتفاع الميه في الناحيتين. ايه الاريا بقى؟ فين الاريا هنا؟ الاريا دي اللي هي عباره عن المسافه الصغيره دي في البي. يبقى شيل الاريا دي ونحط بدلها بي اللي هو العرض بتاع الفتحه في الارتفاع الصغير. الارتفاع الصغير ده كام؟ اتش 2 ناقص اتش. ما تطلعش نفسك في موضوع الاتش انت لو رسمتها سميتهم اي حاجه يعني. ماشي؟ سمي واحده سوسه مثلا الثانيه سميها سوسه وتكره يعني. انت بس لما تقسمها انت فاهم الموضوع دي الاريا اللي بتكلم عليها. الاريا دي حضرتك بتساوي ايه؟ بيساوي سوسر ناقص سوسر مثلا. محمد ناقص حسنين مش هيفرق. الكيو الثانيه بقى الكيو الثانيه اللي هي التصرف اللي فوق دي كانها لارج اورفيس اللي احنا لسه بنتكلم عليه شويه. لارج اورفيس القانون بتاعه ايه بقى؟ 2 على 3 سي دي في البي في الانفجار في 2 جي في اتشات. الاتش الكبيره اللي هي الاتش اس 3 على 2 ناقص اتش الصغيره اللي هي اتش 1 اس 3 على 2 بس تجمع الاثنين دي ويطلع لك تصرف. عشان بس نشوف الموضوع ده كده شوف المساله كده. المسألة مكتوبة فانت لازم تسلمها. هو بيقول لحضرتك هتفتحي الاورفيس 1.5 متر وايد. يعني عرض الاورفيس ده عمودي على الصفحة كده البي بتاع الاورفيس 1.5 متر. 1.2 متر دي الفتحة دي كلها من هنا لهنا 1.2 لو انت اللي بالانتصار ده تاني 2 متر above the top edge of the orifice. above the top edge of the orifice الارتفاع ده 2 متر. والاورفيس ده 1.2. while outside of the tank خارج التانك يعني it's 0.4 متر below the top edge. يعني ارتفاع الميه هنا في التانك ده تحت التوب ايدج ده المسافه دي 0.4. مطلوب ان حضرتك تحسب الكيو given ان سي دي بيساوي 0.62. عاطف في المعادلات بس كل الموضوع انك انت تظبط نفسك في الاليات الكلام ده. لما نيجي نعوض هنا كيو 1 اللي هو تحت ده سي دي في جهود الاي جي اتش، اتش ده اللي هو ايه؟ مره ثانيه
فحد يستخدمش فرق الارتفاع ما بين المايات الاثنين. فالاتش دي بمنتهى البساطه يعني عباره عن الارتفاع ده 2 زائد 14 يبقى ده 2.4. هنا سيبك من اتش دي اتش واحد والكلام ده مش هيفرق معاك حاجه. انت بتحسب الاي دي كام؟ الاي دي بتساوي كام؟ قول لي دي 1.2 ودي 1.4 خلاص، يبقى دي بتساوي ايا كان اللي بيدفع الاقوام يعني الاي دي كل ده بيساوي 1.2 ناقص كام؟ ناقص 1.4. مش هو مين شايف الكلام ده قدامي؟ شايف معاك حاجة؟ طيب دي هنا اتش ناقص اتش اتش اللي هي من هنا لهنا اتش كبيرة يعني من اخر من تحت خالص من التوب من البوتوم بتاع من البوتوم اتش بتاع الاوفيس لغايه سطح الميه من هنا لغايه البوتوم اتش بتاع الاوفيس ده 2.4 يبقى دي 2.4 ناقص الايه؟ الاتش اللي هي فوق الاورفس من سطح الميه لغايه التوب اتش بتاع الاورفس يعني ناقص 2. تعوض في المعادله ايه؟ تقسيم فيهم. نعم. لا مش هنعرف عشان انا مفيش معادله اعرف احسب فيها الاثنين مع بعض. دي ليها معادله؟ دي كونديشن معينه ان الميه خارجه من الاورفس راح اربع فين؟ في واحد دي الميه خارجه في الهواء. المعادله الثانيه احنا لسه مستنتجناها من شويه ان الميه خارجه خارجه من هنا راح جايه من تاني الفورم السبمرج مغموره. فدي ليها معادله ودي ليها معادله. الفورس بيساوي الفورس. طب
على مدار الكتاب الجديد. هنعمل ايه بقى؟
هنشيل الجي ديت مع الجي ديت تطلع في الاخر ان الواي بتساوي اكس سكوير على دي 2 دي 2 4 سي في سكوير اتش. بمعنى اخر برضه هنصرفها بس بشكل مختلف شويه، السي في بقى لو بتطلع هنا هتساوي اكس مرسوم على جذر التربيعي 4 واي اتش. ده استنتاج ان انا اعرف الاي سي في الكوفيشن فلوستي لو انا عارف الثلاث كلمات دول اكس والواي واتش. يعني لو انا جيت ارتفاع الميه مثلا وانا عارف الاتش قد ايه، ارتفاع الميه هنا قد ايه، وجيت اي نقطه هنا عرفت احسب لها المسافه دي اسمها واي والمسافه دي اسمها اكس، وعوضت بالكلام ده هنا اهو كلمه الواي والاكس والاتش اعرف الاي سي في اللي هو الكوفيشن فلوستي. المعادله دي مهمه لان دي زي ما هتشوف في الشيت في السكشن يعني هتحل المساله بشكل دوت، وهنستخدم المعادله دي اللي بتبقى المعادله الاساسيه عندي عشان خاطر اعرف احل نوع من انواع المسائل. هتشوفها دلوقتي في مساله في الشيت مهمه قوي بس هتحل في السكشن، هتستخدم المعادله دي في حل المساله، فعشان كده مهم قوي تبقى عارف المعادله. اخر حاجه بقى يا ولد كوفيشنال فلوسفي هو الـ reaction على الـ inhibitor. احنا سألناه من أول خالص. تمام؟ شلنا الـ V نود X صحيح؟ لقينا الـ reaction وحطينا بقى C V وروح الـ reaction. بس عشان دي V نود تربيع فعبارة كم؟ C V سكوير مضروبة من الـ reaction. بس شيل الشي مع الشي وهنا اثنين مع اثنين مع اربعه. ماشي؟ خلاص؟ تعالى نشوف بقى مساله يعني حاجه شبيهه بالمساله اللي في الموضوع دوت بس مساله مهمه بصراحه. I think
هتساوي v نوت x t وبالتالي t بتساوي x على v نوت x. وفي نفس الوقت الواي بتساوي نص g t سكوير. هنا الواي دي بقى مبقاش اسمها واي، مبقاش اسمها واي، بقى اسمها ايه؟ h تاني واي. وبالتالي تعالى بقى نعمل نفس الكلام، ايش بتساوي؟ شيل ال t وحط الكلام دوت، يطلع ايش بيساوي؟ هتشيل ال t وتحط بدلها x على ال v نوت x سكوير. طيب شيل ال v نوت x وتحط بدلها ايه؟ ال v نوت x اللي هي بتساوي ال v نوت، اللي هي بتساوي روت 2 جي اتش. المره دي الاتش دي اللي هي ايه؟ ارتفاع المايل. ارتفاع المايل ايه ده؟ كابتل اتش ناقص مول اتش. هناخد دي نقطه هنا اهي، بينو دي اتش اهي، هنحط هنا بس هنربحها 80. ربحها تطلع ايه؟ تطلع الربع ديت، تطلع 2 G capital H ناقص small H. دي المعادلة يعني. ده انسى سيب الكلام، مش عملت كده طيب. معلش مش عملت كده؟ مش مشكلة؟ مش هيفرق معايا حاجة. أنا هنا عشان بس دخلت الأكشن يعني. عشان أنا عايز أجيب هنا معادلة ليها علاقة بالسي دي، مش أكتر من كده. هنا أنا شغلت كده. لو انا عايز احط كنت احط السي دي معايا في الموضوع، بس مش هي دي المشكله، ما طلبش مني يعني. فمش عايز اعقد الموضوع. بس انا ماشي في نفس الطريقه، انا مش فاكر في حاجه. ايه معنى؟ الفكره كلها انت عايز تدور على ايه؟ هنا كنت عايز ادور على علاقه ما بين الواي والاكس والاتش. هنا انا مش عايز كده، عايز اجيب العلاقه بين الاتش دي والاتش ديت والاكس دي. وهي العلاقه اللي بتجيب لك الفكره انك لو رتبت المعادله دي تطلع في الاخر حاجه مفهومه. بس تعالى نرتبها، مش عايز اسوق يا جماعه. تعال نعمل المعادلة دي برضه نفس الكلام، الجي دي هتكون مع الجي 80 ترتب دي مثلا تطلع 4 دي اكس سكوير، يعني نحطها هنا كده. اتش بتساوي اتش اهي بتساوي اكس سكوير على 2 في 2 ب 4 اتش ناقص اتش. تعال بقى نكتبها بشكل احسن كمان. تعال ناخد الاكس الناحية، ادي اكس سكوير بتساوي 4 كابتل اتش اتش سمول ناقص اتش. ماشي؟ طيب في الاخر خالص عشان هو عايز حاجه ليها علاقه بالسمول اتش على كابتل اتش، فانا هعمل حاجه ظريفه قوي. انا هسمي كده ان في اسيوم ان في فانكشن وليكن اسمها فاي مثلا، الفاي دي بتساوي اتش سمول على كابتل اتش. هسمي ان حاجه اسمها اتش سمول على كابتل اتش. طيب في المعادله دي عايز احطها هنا، عايز احط دي ثلاثه الفاي اللي هي اتش سمول على اتش. هحطها ازاي؟ هتقسم هنا على اتش سكوير المعادله دي كده، هقسمها على اتش سكوير. او بمعنى اخر مش هقسمها على اتش سكوير عشان بس هنا الكلام مش مظبوطه وزنها عشان مش ناسب الطرفين. انا هخرج الاتش سكوير بره البتاع مش طالع. فيبقى شكلها عامل كده، اكس سكوير بيساوي 4 على 4 اكس سكوير. يا عم اضرب بس ماشي. فانا هحطها بره. ليه انا عملت الكلام ده؟ عشان انا عايز اجيب العلاقه دي بالعكس. عايز اجيب حاجه فانكشن في العلاقه دي. فافترضت ان في فانكشن في داله واحده في اتش على اتش. بعد ما جبت الكلام دوت خلاص انت كده كده عندك الفاي. الفاي بيساوي اتش على اتش، اصبحت المعادله اكس سكوير بيساوي 4 اتش سكوير فاي
ناقص باي سكوير. عايز تاخد الجهاز ده طبعا عشان ايه لابس. دي معادلة عايز اربعها. دي معادلة طبعا انت لو كنت شلت دي الحدود بدل اتش على اتش نفس المعنى ما فرقتش حاجه بس عشان نسهلها شويه. فده فكر ده كده في علاقه بين الاكس والاتش. يعني من الاخر كده لو انت عارف كل الاتش سمول والاتش كابيتال تعرف تعوض ايه دي الاكس تعرف الشد ده هيخبط ايه؟ هيخبط الارض امتى؟ السؤال التاني عشان ده الاهم عايز الماكسيموم اتش. يعني ايه قال لي اتش واتش استخدمهم مع بعض ايه الريشيو ما بينهم اللي تخلي الاكس دي توصل للماكسيموم بتاعها. فهعمل ايه بقى عشان اجيب الماكسيموم اتش؟ ماكسيموم اكس تو جيت ماكسيموم اكس هناخد دي اكس على دي فاي هنساويها ايه؟ بزيرو. دي عندي ماكسيموم اكس. طيب تعالى نشوف فضل الكلام ديت ونساويها بالفاي. الدي اكس على دي على دي فاي لما يجي تساوي الكلام ده هتبقى شكلها عامل ازاي؟ دي 2 اتش 5 ناقص 5 سكوير مقسومة على 2 جت الفاي على 5 سكوير. نعم لما بنحسب ماكسيموم اي حاجه ما هو لما يكون عندك فانكشن بقى عايز تحسب الماكسيموم بتاعها بتاخد الدريفتيف بتاعها وتزود زيرو. الطالب اكس دي حاجه معروفه يعني في الرياضه. ايه ال 61؟ لا مش اللي جوه المحاضرة معاك كده كده سنة